صح، ايش صار مع صاحبك اللي بيسوي العملية هاني؟ ما قلت لك انا الحمد لله طلع من العملية ونجحت الحمد لله. وكان اسمه زياد؟ ليه انت ايش قلتي قبل شوي؟ قلت هاني. ليش سويت زي كذا؟ يا اختي ما سمعت اسمه زين، ايش فيك؟ اللي يبغى يكذب لازم الذاكرة عنده تكون قوية عشان يجلس يفتكر تفاصيل كذب فيها. اقول يكفي عاد، ترى تعبت منك من اسلوبك الزفت. ذليتي اهلي عشان ارجع الفلوس يا شيخه. وانا ما ابغى الفلوس، ابغى اعرف انت ليش كذبت علي؟ ليش سويت كذا؟ اقول لك شيء، تخيلي اني رحت توظفت بشركه ابوي، وانت عارفه اكره شيء بحياتي اني اداوم واني اصحى بدري. كل هذا سويته عشان ارجع لك الفلوس مالت عليك وعلى فلوسك يا شيخه. لا تتهرب من سؤالي، انا ابغى اعرف انت ليش كذبت علي؟ فليش كنت تبغى الفلوس؟ في الحلم. اي في الحلم، زي ما انت تحلمين تكونين ممثله، انا بعد احلم اكون ملياردير. فيها شيء هذه؟ ملياردير بالنصب علي؟ انا ما انصبت عليك ولا بحياتي انصبت على احد. تبيش متورط بالعملات الرقميه، مره اربح مره اخسر. دحين خسرت. هذه فلوسك عشان ما اخسرك انت بعد، وزي ما انا كذبت عليك ترى انت بعد كنت تكذبين على اهلك، فلا تسوين دراما، كلنا متعادلين.